رتب الابراج، مين هم الابراج الاكثر شياكه الاكثر اناقه اللي بيهتموا قوي بلبسهم دايما شيك كده، تحس ان هم دايما ستايلست كده وبيلبسوا حلو جدا وبيهتموا بشكلهم يبقى منمق وشكلهم يبقى شيك قوي قوي قوي. يا ترى برجك واحد من الابراج دي ولا لا؟ يا ترى برج انا كمان واحد من الابراج دي ولا لا؟ يا ترى برج الشخص اللي بتحبه هو كمان واحد من الابراج دي ولا لا؟ كالعاده يا جماعه عايزين نوصل، عايزين ندخل بقى على المليون، وبليز كمان تعملوا شير للابراج الاكثر شياكه، اصحابكم او قرايبكم او اهلكم، او لو انتوا بتتفرجوا على الفيسبوك او على الانستجرام اعمل لهم منشن تحت عشان يعرفوا ان هم ابراج شيك جدا كده وشكلهم حلو يعني. طب احنا هنقول اكتر 7 ابراج ملوك الشياكه ملوك الاناقه، بيلبسوا حلو قوي قوي، بيعرفوا دايما تلاقيهم بيبرقوا كده وبيلمعوا من النظافه. يا ترى انتوا بتشوفوا قولوا لي مين اكتر 3 ابراج بتحس ان هم شيك 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 شيك. ماشي انا هستنى اتفرج تحت. طيب في المرتبه 7 هيجي عندنا برج الجوزاء. برج الجوزاء برج مع ان هو مجنون في لبسه، بتحس ان هو بيلبس حاجات غريبه كده ومش عجيبه كده، بس هو شيك قوي جدا، شيك قوي جدا، بيلبس حلو، بيهتم بالموضه، بيمشي تبع مجانين موضه، بيهتموا بالموضه جدا، بيجروا ورا الموضه، حتى الجوزاء من الناس اللي هتحس ان هو راجل او ست، في ناس مثلا تحس ان هم بياخدوا من الموضه اللي يفرق معاهم اللي يتناسب معاهم، الا ان البرج ده الابراج برج الجوزاء لا هو عنده شياكه واسلوب حياه، يعني هو شيك من اجل الشياكه، فهو ممكن ايه ممكن ياخد يمشي تحت الموضه حتى لو هي مش لايقه عليه، بس الجوزاء بيعرف يلبس حلو قوي شيك، بيهتم بشكله، بيهتم بمظهره، بيهتم لبقته، فهو من اكتر الابراج الشيك المتالقه اللي بتهتم بمظهرها جدا جدا وبشكلها وبتحب يلبس احسن حاجه، فهو برج شيك جدا. طيب يجي بعد كده عندنا برج العقرب. برج العقرب رجل كان او امراه، هما ملوك الجاذبيه، يعني هما اشخاص جذابين جدا جدا، سواء بقى لابسين مش لابسين هما جذابين جدا جدا، الا ان هما متالقين في لبسهم، بيعرفوا ينسقوا الوان حلوه قوي. انا ماي بيست فريند مها، بابايا كمان برج العقرب، تحس ان هما سامبل قوي بس بيعرفوا يلبسوا حلو جدا جدا، لبسهم شيك، حتى دايما العقرب بيحب يلبس براند، يعني بيهتم بشكله وهو شيك، ونو تقابل شخص او عقرب مش شيك مش لابس حلو، لا دايما شيك لابس حلو، دايما متالق، دايما منمق، ففعلا عقرب من اكتر الابراج الشيك جدا جدا. قولوا لي يا جماعه قابلت عقرب قبل كده مش شيك ولا لا؟ بس انا بشوف عقرب شيك جدا، اصحابي شيك كلهم شيك، يعني في حد بيقول لي برجك؟ انا مش هتكلم عن نفسي كتير، بليز اتفرجوا عليا على فيسبوك او على انستجرام، اعملوا تحت منشن لاصحابكم اللي بينتقل قولوا ايه اللي بينتموا للابراج الشيك دي. طيب ندخل بعد كده عندنا على برج من اكثر الابراج شياكه واناقه، وده وان اوف ذا توب طبعا، هيجي عندنا برج الميزان. برج الميزان شئنا او ابينا فهم ملوك الاناقه، ده هم اصلا تبع كوكب فينوس اللي هو كوكب المسؤول عن الجمال وعن اللباقه وعن فبرج الميزان هتلاقوهم دايما شيك، هتلاقوهم دايما بيلبسوا حلو قوي، مثيرين كده، جذابين، ورجاله وستات، يعني هم بيهتموا قوي بالموضه، بيهتموا بالشكل، وبيهتموا حتى يبريزنتوا الكلام ده، يعني هم شوي شويه يحبوا يبينوا ان هم شيك، يحبوا يبينوا لبسهم، يتصوروا كتير وينزلوا صورهم على السوشيال ميديا، الميزان الابراج بتحب تصور كتير، بتحب تنزل، وبيهتموا بالسوشيال ميديا جدا برج الميزان. فالميزان عمرك ما هتلاقي ميزان مش شيك، وبيلبس حاجات براندات، بيهتم قوي بالبراندز، يعني الجوزاء مش ممكن زي الميزان، لا الميزان هو بيحب يبان، هو بيحب يظهر، هو بيحب الظهور، بيحب كده يبقى باين، فهو شيك جدا، بيعرف يلبس حلو قوي، بيهتم كمان بالشخص اللي قدامه يبقى لابس حلو، يعني هو مش بس بيلبس حلو بيتالق، بيحب يتصور كتير على السوشيال ميديا، بيحب كتير يظهر، لا ده كمان بيحب ان هو يبقى واضح وباين قدام الاخرين، فبيحب. طيب يبقى احنا قلنا برج الجوزاء، دول مش بترتيب يا جماعه، انا في اخر الفيديو هقول لكم مين اكتر 3 ابراج اللي هم التوب اوف ذا توب يعني. فيبقى احنا قلنا جوزاء، قلنا ميزان، وقلنا عقرب، اوكي؟ طيب يجي بعد كده عندنا برج الثور، وبرج الثور هو برج الاناقه، برج الشياكه، برج بيحب اصلا، هو برج جذاب حتى، تحس دايما هو لابس حلو، حتى لو بيلبس حاجات، هو برج الفخامه، هو شخص فخم كده، فاللبس بتاعه يعني دايما تلاقيه شيك، دايما تلاقيه منمق، دايما بيعرف يختار لبسه، بيعرف يختار الموضه اللي تليق عليه، بيعرف يختار الحاجات، مع انه هو مش تلاقيه بيحب الالوان الصاخبه قوي، بيحبش الالوان الكتير،
نظيفه، حتى ريحه التور دايما هتلاقيها حلوه، رجل كان او امراه يعني، تحس ان هو والتور من الابراج اللي بيراقب الموضه، بيراقب وبيحب الحاجات الفخمه يعني. يعني التور تلاقيه بيلبس براندات غاليه، براندات فخمه، هو ان هو بيحب ويعشق. طيب قولوا لي يا جماعه مين الابراج اللي بتلاقوها شيك جدا او بتحس ان هم في منتهى الشياكه. ما تنسوش تابعوني على السوشيال ميديا، على انستجرام وعلى الفيسبوك، وبليز تتابعوا اختي، سايبه لكم اللينك بتاع الشانل بتاعتها، هي عامله شانل جديد عن التغذيه وعن الرجيم وعن النحافه، كل حاجه ليها علاقه بالنيوتريشن. فبليز ان انتوا بليز ان انتوا يعني تتابعوها، اللينك بتاعها تحت. عايزاكم تعملوا لايك، وعايزاكم تتابعوني على انستجرام وعلى الفيسبوك بتاعي. طيب ندخل بعد كده على بقيه الابراج، برج العذراء وبرجي. انا مش هتكلم كتير عن برجي، انا بس فيكم ان انا برج العذراء، عندما يذكر برج العذراء فيذكر رشا مراد، فيذكر الشياكه والاناقه والسمبلسيتي والبساطه. العذراء شيك جدا وبسيط، يعني هو شخص بسيط، فدايما هتلاقيه بيعرف يلبس، بيهتم بشكله، يعني دايما ريحته حلوه، دايما منمق، دايما هدومه نظيفه. فالعذراء شيك جدا من الابراج اللي بتهتم بالشياكه وبالاناقه ودايما تحس ان هو بيحب الحاجات الغاليه، الحاجات بس العذراء في ميزه لطيفه قوي، ان هو شيك ببساطه كده، يعني هو بسيط شيك يعني انا بحب البساطه، وتحس ان هو ليه ستايله، ما بيجريش ورا الموضه مثلا مش زي الجوزاء والميزان اللي هما مجانين موضه. لا، العذراء دايما بيختار اللي بيناسبه، اللي يظهر شياكته، اللي يظهر جماله، اللي يظهر بيعرف ينسق الوانه بمزاجه. يعني مثلا ممكن ناس تقول له لا الاحمر مش هيليق انا على كده، لا هو هيلبس اللي هو شايفه حلو. وبيعرف يختار الوانه، وبيعرف يختار الوان هتلاقيه الوانه ترابيه، الوانه تليق عليه. العذراء انيق شيك، سنه ما بيبانش عليه. انا مش عايزه اتكلم عن نفسي كتير يا جماعه، عشان بس مش عليا مغروره، فانا نمبر 1 في الشياكه يعني. فخلاص خدي بالك، جدي لا لا لا، جدي نمبر 1 في الشياكه، وبرج العذراء اما فلا. طيب ندخل بعد كده عندنا على برج الحمل. برج الحمل برضو من الابراج الشيك جدا، بتعرف تلبس كويس قوي، بيهتموا بالموضوع ده. الحمل بيهتم جدا بالشياكه، بيهتم بلبسه، بيهتم باناقته، بيهتم بمظهره، بيهتم ان هو يبقى شكله حلو. والحمل يعني هو الانا بتاعته عاليه وبيحب يبان، فبالتالي هو بيهتم قوي بتنسيق الوانه، ويحب يعمل حاجات مطرقعه ومفرقعه، يحب ان هو يبقى ملفت للنظر. فالحمل من الابراج الشيك جدا جدا، التالنتد ان هي تعرف تعمل تنسق الوان. طيب في المرتبه الاولى عندنا هيجي برج الاسد. برج الاسد من اكثر الابراج طبعا الشيك الفخمه، تلاقيه لابس حاجات فخمه وحاجات تقيله وحاجات هو بيحب الشياكه، بيحب يبقى شكله حلو، بيحب يبقى ملفت للانتباه، هو ملك الغابه، بيحب لما يدخل مكان يبقى الناس كلها واو شكلك حلو قوي، بتلبس حلوه قوي. فالدور من سوري الاسد من الابراج اللي في منتهى 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 الشياكه اللي في الدنيا. وهو بيهتم بالموضوع ده، يعني عنده مظهره حاجه مهمه في حياته، بيهتم قوي بمظهره، بيهتم قوي بان هو عايز يبقى لابس حلو، عايز الناس كلها تبقى واخده باله. طيب ويجي عندنا برده، بصوا في برج انا نسيت اقوله، بس هو برج برده شيك جدا جدا ومنمق وريتش كده في لبسه، وتحس ان هو حلو جدا وبيلبس حلو جدا، وشكله وسنه ما بيبانوش عليه خالص سن. برج الجدي. فجدي برضو من الابراج الشيك جدا اللي بتهتم بمظهره، بس الجدي متحافظ يعني دايما تحس ان جدي مش صريف قوي على لبسه، بس هو ما بيبخلش على نفسه. جدي يعني هو بيحافظ على فلوسه، جدي من النوع اللي ما بيحبش يصرف فلوس في حاجات اي كلام، بس يعني بيختار القطع اللي هي ايه بقى. والحمل كده على فكره تبقى فيها يعني، في ابراج تانية لا ما يهمهاش الفلوس كام يعني، او اهم حاجه يبقى شكلهم حلو ولبسهم حلو. طيب يبقى انا اقول دلوقتي التوب 3، مين اكتر ثلاث ابراج شيك جدا جدا، وانتوا قولوا لي انتوا متفقين معايا ولا لا. طيب عندنا برج الاسد ده نمبر 1، عندنا برج الميزان برضو شيك جدا جدا، برضو برج الميزان انا نو واي ان احنا يعني هما الثلاثه دولت، برج الميزان وبرج الاسد، وعندنا برج فكر بس مين تاني يعني محتاره ما بين عذراء وما بين والعذراء، دولت اكتر تلات ابراج شيك جدا جدا بتلبسه حلوه قوي ممتنع. بعد كده لو انا خلاص دولت التوب توب يعني، برضو برج القوس برج شيك جدا، كل الابراج التانيه شيك جدا، بس دول بيهتموا قوي قوي يعني. الجدي كمان طبعا شيك جدا جدا كمان يعني، الجدي وان اوف ذا توب يعني طبعا طبعا طبعا، بس انا قلت اكتر تلاته يعني. طيب في حد بيقول لي انت بتقولي برج عذراء عشان انا حتى لو قلت عشان ما هو برجي بقى الله.
شكرا، استنى النهارده فيديوز كتير كتير عن قانون الجذب. بليز تعملوا شير بقى للابراج الاكثر شياكه، او تعملوا لهم منشن تحت وتتفرجوا على الانستجرام. بليز تعملوا منشن لاصحابكم او تعملوا له شير على الستوري بتاعتكم عشان عايزين نكبر الانستجرام بيج بتاعتنا والفيسبوك شكرا. وعايزين نوصل القناه لمليون مشترك، عايزين نوصل فيديو ل 100,000 لايك. اي حد اتفرج اعمل لايك للفيديو عشان عايزين نوصله 500,000 لايك و 500,000 فيو. ثانك يو. شكرا. انا واختي وبنتي ثلاثه عذراء، اسد وعذراء وميزان وجدي برضو حمل مش عارف. شكرا، بحبكم، باي.